عليكم. سلام البنات، كنقدم لكم اليوم شباكيه اللي سهله واقتصاديه في متناول الجميع. هاد الشباكيه بمناسبه شهر رمضان، الله يدخلوا علينا في الصحه والسلامه والعافيه وكل ما تمنيتو يا ربي. الان غندوزو للمقادير. عندنا 2 كيلو ديال الطحين اللي منخل اللي منخول مغربل، عندنا الماء بارد للعجينه، عندنا كاس ونص ديال الزيت ديال العنبه، عندنا كاس ونص ديال الزبده مذوبه ديال العنبه حتى هو، عندنا كاس ونص ديال الماء اللي درنا فيه الزعفران شعره رقدناه فيه، عندنا 2 معالق ونص ديال النافع مغربلين حتى هما، عندنا 2 ساشيات ديال الخميره ديال الحلوى او بيكن باودر، عندنا نص كاس ديال الخل، عندنا 2 كيسان ونص ديال الزنجلان ديال كاس العنبه عفوا، عندنا هذا اللي حمرناه وطحناه وغربلناه باش ما تقطعش لنا العجينه ديالنا، عندنا 2 معالق ديال القرفه، عندنا كاس ديال الماء زهر، وعندنا الملون هذا اختياري اللي بغى يديرو باش تجي الشباكيه ديالنا كتجي فيها داك اللون زوين والذهبي وزوين. وعندنا كنسيت شويه ديال الملحه ضروري، هادي كنديروها في العجينه باش كتجينا لذيذه. هادو هما المقادير. ندوزو لطريقه التحضير. انا راه جيت عند اختي باش نحضر انا وياها حيت هي شويه متعبه كتبغي العوين. غدير الزنجلان، غدير النافع، 2 معالق ديال النافع، غدير الخميرة، دابا غادي تخلط النواشف حتى يتجانسو مع بعضياتهم. هانتوما كيفاش كتشوفوا كيفاش كدير. تخلطها مزيان دابا غضيف الماء زهر، غضيف الزيت، غضيف الزبدة، غادي تعجنها كتخلط هذيك الزبده مع هذا مع الطحين باش تترملها، عاد كتضيف المقادير الاخرى. دابا غضيف في الماء زهر كاس ديال الماء زهر ديال العنبه، وغضيف الزعفران شعره غير الماء ديالو، ما تضيفش هذيك الشعرات، ثم نص كاس ديال الخل. غدير دابا الخل، نص كاس ديال الخل ديال العنبه والماء باش غادي تجمع الخليط. بنتي تاهي راه مشاركه في الوصفه. هذه هي العجينه ديالنا بعد ما جمعناها، دابا غنديروها في اكياس بلاستيكيه ونخليوها حتى الغد ان شاء الله، عاد غادي نورقوها. غير كتجمعوها صافي، غير كتجمع العجينه ما كندلكوها ما والو، كتبقى قاصحه شويه صافي، كنديروها في بلاستيك وكنديروها نخليوها نحطوها على جنب ونخليوها حتى الغد. كندوزو لطريقه الشباك. كنشدو العجينه ديالنا كنرقوها
كنشدو الجرارة ديالنا او ولد الغولات ديال الشباك، كنديرو خطوط يكونوا متقاربين، كنخلي واحد الاسباس بيناتهم، كنديرو خمسة ديال باش نحصلو على خمسة الاشرطة، كنقطعو العجينة ديالنا. هانتوما كيفاش كتشوفو كيفاش كتجي، كنشدو ثلاثة كنديروهم الفوق. هانتو تبعوا معايا غير الطريقة ديال الشباك كيفاش كندير ليها، كديرو ثلاثة الفوق وجوج لتحت، كنبقاو خدامين غير على دوك الجوج غير دوك ثلاثة اللي الفوق. كنشدو القنت كنديروه مع القنت، كنحاولو نضغطو عليه مزيان، كنضغطوه مزيان باش ما يتحلش لينا، كنديرو واحد فوق واحد، الاول ثاني. انا كنحاول نشرح لكم مزيان باش تشوفوا الطريقه باش تجيكم ساهله وبسيطه. كنشدو ثلاثه ديال الاشرطه كنديروهم وكنقلبو، صافي. هاي الشباك ديالنا، الشباكيه ديالنا وجدات. كاين طرق كثيره متعدده، انا عطيتكم الطريقه الساهله والبسيطه اللي غادي كل واحد يقدر يديرها، مبتدئه ولا كل شيء. كنضغطوا على الجناب مزيان باش ما تحلش لينا في القلي، كنخليو هذوك القناش ما تنحيدوهمش. صافي، هاي الشباكيه ديالنا واجده. كنستمروا على هذه العمليه حتى كنكملوا كل شيء، عاد كندوزو طريقه القلي. غنوريكم وحده اخرى باش تعرفوا مزيان، باش تشوفوا الطريقه مزيان. ها انتم كيفاش كتشوفوا، كنديروا ثلاثه الفوق وجوج لتحت، كنشدوهم بصبعنا وكنحاولوا نضغطوا على دوك القناه الاولين مزيان حتى كنسدو بحال غنسدو على صبعنا، وكنديرو الطرف الاول، الطرف الثاني، فوالا. وكن صافي، وكنقلبو. كتجريها شويه باش كتقادلك، كتجري دوك الاشرطه كتجرهم شويه، تجبدي تحاولي تجبدي، انا العجينه راه ما تقطعش لك لان رقيقه ومخدومه مزيان. صافي، وكتضغطي على الجناب. ها انتم كتشوفوا، كتستمروا على هذه العمليه حتى كتكملوا كل شيء، وعاد كتبداو تقليو. والان كندوزو لطريقه القلي، انا كملت كل شيء. الشباكيه ديالنا ها انتم كتشوفوا كيفاش كتجي، كتعطيكم كميه كثيره وفيره. دابا غادي ندوز، كنديرو حمام زيت، كتخليوه يسخن مزيان. ها هو العسل ديالنا اللي وجدنا، في الفيديو السابق، غتلقاوه في صندوق الوصف. دابا بعد ما سخن الزيت ديالنا غنبداو نضيفو شباكيه بالوحده بالوحده، حتى كديرو ماشي ديرو شويه، كتكثروا الشباكيه صافي، وكتخليوها حتى كتحمر، حتى كتبان لكم لون ذهبي، كتعطيكم لون ذهبي صافي. وكتحيدوها، كتحاولوا انكم تسقطروها مزيان من الزيت، وكتضيفوها في العسل. كتضيفوها في العسل، تطفيوها مزيان، ديروها عفوا تخشوها مزيان في العسل حتى كتشرب العسل، تشرب العسل مزيان صافي. وكن بعد ما كنحيدوها كنديروها في واحد الشبكه تسقطر او كسكاس او شي حاجه اللي ما غاديش تحرق لينا صافي. وكنخليوها تسقطر مزيان، ونديروا لها الجلجلان او السمسم. وهاي الشباكيه ديالنا واجده بالصحه والراحه.
الشباكيه ديالنا وجدات كيف كتشوفوا. ها هي شوفوا مزيان الشباك ديالها ساهل وكتجي غزاله غزاله مقرمشه وغزاله وبالصحه والراحه. وكنتمنى انكم تشجعوني باللايكات ديالكم بالكومونتير تتوصلوا بكل جديد.